فودافون تقدم. رمضان جالك وفرحنا. رمضان جالك رمضان جالك وعاد إليكم من جديد. يا شادي شادي انت بتعمل ايه ده كله؟ افتح يا شادي اخلص نعم هات كل هيك. حاضر حاضر. عايزها ليه طيب؟ بسرعة. عايزها ليه؟ نمت في حته ماتش ماتش الحمام. ماتش ليه؟ مش عارف. اه صحيح، هي دي مسابقة النهارده. رمضان جالك وجابلك معاه زفلاطون. سيداتي ساداتي عشاق الساحرة المستديرة، أهلا بكم في مباراة اليوم واللقاء المرتقب بين فريقي برشلونة الكتالوني بقيادة الفنان محمد شاهين وفريق مانشستر يونايتد بقيادة الفنان أحمد التهامي. كلاسيكو الزفلطة، رحبوا معي بأسطورة الكرة المصرية الكابتن محمود بكر. مساء الخير يا كابتن أحمد وطار. مساء الفل يا كابتن. إحنا النهاردة قدامنا مباراة شكلها جميل جدا، عبارة عن ملعب. انتوا عاملينه لائحه؟ اه حضرتك، في قواعد عندنا. اه ان محدش يقدر يمسك الكره بايده. ايوه. الجون ما يقدرش يشوط على الجون. نسينا. أيوة. نقول ان المباراه دي برعايه ليفا. آه. اللاعب النظيف على نظيف. ونقول قواعد المسابقه النهارده ان. أيوة. احنا عندنا شوطين. أيوة. الشوط الاول اه نتيجته هتبقى اول رقمين عندنا، ونتيجه الشوط الثاني هتبقى ثاني رقمين عندنا، وكده يبقى عندنا اربع ارقام. بدات المباراه، والمباراة لمدة خمس دقايق تقريبا، كل شوط خمس دقايق. على فكرة الفريق الأحمر مانشستر يونايتد بيبقى أحمد تهامي حارس المرمى وشورته خرم، وشادي حسام معاه وشورته بشكير، وخالد منصور وشورته رغاوي. أما فريق برشلونة حارس المرمى محمد شاهين الشهير بالسفنجة زي ما حضرتك شايفين كده قدامكم. والهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد جاب هدف. هنشوف بقى الفريق الازرق برشلونة هيعمل ايه. والهدف الثاني برشلونة. برشلونة يحرز الهدف التعادل، تصبح النتيجه 1-1، وفات من الوقت حوالي 3 دقائق. ليفا يسد هدف اكيد، ولا زالت النتيجه 1-1. الهاند بول ما بتحسبش، واي حاجه ما بتحسبش وما دخلتش. هنا بقى هل عبرت الكره خط المرمى يا احمد وطار؟ نشوف الاعاده مع مخرجنا الجميل. الهدف ده يتحسب؟ يتحسب. يبقى 2-1. 2-1 لفريق مانشستر يونايتد. ودخلنا في المعركه الحرجه، وفي زق علني، وبدأت المباراة تبقى مع فريق ذوي الاحتياجات الخاصة. تعدي كورة إنما والهدف الثاني لبرشلونة. برشلونة 2 مانشستر يونايتد. وأوف تايم، فإلى الاستوديو التحليلي.
أعزائي المشاهدين، انتهى الشوط الأول بنتيجة 2-2، وبكده أول رقمين عندنا النهاردة رقم 2 ورقم 2. كابتن محمود، إيه رأيك في الماتش؟ والله عظيم جدا جدا، والعظمه اللي فيه اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه. اللياقه البدنيه انا شفتهم حضرتك نايمين على الارض طول الماتش بينهجوا. اعتقد يعني ان في الشوط الثاني ممكن جدا هتبان اللياقه البدنيه بقى، وهيبان نوع الصابون اللي على الارض. والمخرج بيقول لي ان احنا هنبدا الشوط الثاني. أيوة. وننتقل الى ارض المباراه. والماتش بدا، وهنشوف بقى مين هيشطف مين في الشوط الثاني. واضح ان الفريق الازرق خد نفسه، وواضح انه اخد على الارض. والهدف الاول لفريق واحد يقول لي ايه اللي حصل، اقول له الفريق الازرق اخد على الارض والفريق الاحمر فكر نفسه انه هو خلاص، والفريق الازرق يحط الهدف الثالث عشان والهدف الاول. ما شفتش يحط الهدف الثالث وهدف التعادل. وعلى سهوة وفي غفلة من الزمن الفريق الأزرق بارتو صابونا جاب جون جميل جدا جدا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. أصبحت النتيجة 4 بارسابونا. مانشيفتش يونايتد جاب جون الرابع من كتر الجوان، بقت 4-4. ماشي، اتنين بيرفصوا في بعض. والهدف الخامس صابونا يحط يعني الهدف الخامس، يعني الهدف لسه بنقول انما يعني الفريق الاحمر احمر برضو، والهدف يقدر يعوض في اي لحظه تنزل وتروح. لبيني وبينك يعني بيني وبينك ابدا يعني كورة وإصابة قضية، وقف على رجليه، وقف ممكن تبقى في نهايتها لسه عاوزة برضو. وبكده انتهى الشوط الثاني بفوز فريق بارسابونا بنتيجة 6-5. كده تكون 4 أرقام الليلة 2-2-4-3. أشكر الفنان محمد شاهين، وأشكر الفنان أحمد التهامي، وأشكر كابتن محمود بكر. على فكرة أنا اسمي أيمن وطار. نراكم بعد الفاصل عشان نجيب الرقم الخامس. عدنا إليكم من جديد مع الشوط الثالث من حلقة اليوم زفلطون، كما عودناكم أعزائي مشاهدي MBC مصر. مباراتنا تختلف عن الآخرين. لقاء الجبابرة بين فريقي مانشيفتش يونايتد بقيادة الفنان أحمد التهامي، وفريق بارسابونا الكتالوني بقيادة الفنان محمد شاهين. وكان معنا في الاستوديو للتعليق على الماتش الأسطورة الكابتن محمود بكر. نشكرهم جميعا. كابتن خالد، شكرا شادي. اعزائي عشاق الدائره المستديره فودافون بتقدم لك احدث العروض. اتكلم، ابعت رساله وفودافون هتبعت لك ساعه دقائق رسائل او موبايل انترنت. دوس نجمه 4 شباك وهتشترك في عرض رمضان جالا. يا ابني ده بتبيع مفارش، ايه الافواره دي؟ اداء كوره، اداء كوره مش مهم، المهم المعلومه توصل. أعزائي المشاهدين، إنها اللحظة الحاسمة، اللحظة الفارقة، لحظة المكالمة. ونقول ألو. ألو مساء الخير. أهلا، مع حضرتك شادي وخالد وأيمن ورمضان جالك من فودافون. رمضان كريم، أتعرف بحضرتك؟ إبراهيم طارق معاك. أهلا حضرتك يا أستاذ إبراهيم. حضرتك بعت امبارح مسج لـ 100,000؟ أه بعت امبارح مسج. طب حضرتك مبروك، كسبت 100,000 جنيه من فودافون. لا مش معقول، أنت أكيد بتهزر. لا مش بهزر والله العظيم. لا 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 معقول والله بجد، حضرتك كسبت 100,000 جنيه من فودافون. حضرتك تستنى في الكنترول عشان هياخدوا من حضرتك المعلومات عشان تشرفنا هنا بكره وتاخد تستلم الجايزه. مبروك. لا مش مصدق، انت اكيد بتهزر. اكيد ده لا والله العظيم ما بهزر. الف مبروك، الف مبروك. شوف الله يبارك يعني فيك. زي ما احنا شايفين يعني المشاهدين، بحركه بسيطه بعت رساله ل 100,000 وجات له مكالمه من 0 100,000 وكسب
100,000 جنيه. خلونا نقول لمشاهدينا نتيجة مباراة النهاردة. انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، والشوط الثاني خلص بنتيجة 4-3 لفريق برشلونة كتالوني. وبكده تبقى أرقام حلقة الليلة هي 2-2-4-3. ونرحب بالفايزة الثالثة لبرنامج رمضان جالك النهاردة، أستاذة مروة. ألف مبروك. مبروك مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. ميرسي، الله يبارك فيك. ميرسي يا شادي. ايوه، اهلا وسهلا. الف مبروك استاذه مروه. ميرسي، الله يبارك. جاي منين؟ انا جاي من السفر. جالنا منين بقى في السفر؟ الساحل الشمالي. الساحل الشمالي. طيب، يعني بعيدا عن 100,000 جنيه، اخبار الساحل ايه؟ حلو. جميل. واخبار السمعه ايه؟ بتبلبط في الساحل ولا ما بتبلبطش؟ اصل ها؟ بتبلبط؟ انا نفسي بس ساعه تص في الميه بس. بصي حضرتك، يعني الف الف مبروك. وايمن عاوز يقول لحضرتك حاجه. ده شيك من فودافون. ميرسي، ألف مبروك. الله يبارك فيك. هستأذن حضرتك قبل ما تمشي تسحبوا الرقم الخامس النهارده. أرقامنا النهارده 2-2-4-3. أستأذنك تسمعي تسحب الرقم الخامس. الرقم الخامس هو نزل إيدك وامسك كويس. سمعة. يلا. يلا سمعة. شكرا. جهزوا مسج فاضية 100,000. الرقم الخامس هو 2. 2. ألف مبروك للأستاذة مروة. وبكده الأرقام الفائزة هي 2-2-4-3-2. ونشوفكم بكرة مع يلا مروة رمضان.